أيها الناس إن آيات ظهرت وأخرى ستظهر، لله فيها شأن، يسمع كلامنا ويعيه قوم ويصد عنه قوم ويسخر منه قوم وينجح ويفلح به قوم ويهلك به أقوام، لأن الحضرة إذا تكلمت سلمت وتسلمت، علمت أو ألمت، فمن تعلم سلم، ومن سلم تعلم، ومن عاند تألم، لعلمه ويقينه أن هذا المنطق لا يكون إلا بحضرة الربوبية وسر الألوهية وأنوار سطوع الأحدية وظهور برهان الأحمدية وأسرار إسرار الأنوار الحيدرية وتجلي لآل البراهين الفاطمية حسنية على حسينية بأسرار أولياء الله كما أراد الله. وأما الجاحدون فيقفون دون الحرف ويعبدون الله على حرف، وهؤلاء وأولئك حالهم بيد الله يقلبه كيف شاء، ولكننا نقول لأهل العقول والله شهيد على ما نقول، تظهر آيات جليات بينات فيها لله أمر يعرفها العارفون بالله، ويرهب منها المخبتون لله، ويشفق منها المشفقون على خلق الله، ويزداد أهل العمى عمى بختم عليهم من الله، فيعمى بها العامون ويؤمن بها المؤمنون ويسلم بها المسلمون ويسلم منها المسالمون السالمون، ويظهر الله في طي أيامنا القادمة قبضة هادمة وضربة رادمة وموجة صادمة وزلزلة وقلقلة وصلصلة وزلزلة، لكل معنى ولكل مبنى نقوله لفظا ويظهره لحظة، تقوله الألفاظ وتبصره الألحاظ، والله قادر أن يصير الألفاظ إلى ما ترى الألحاظ وهو عليه هين، فإنه ذكر لنا أن صيحة أهلكت قوما فلما عجب الذين عجبوا منها، ذكر أن صيحة تبعث الخلق كلهم إن كانت إلا صيحة واحدة، فما أنزل جندا وما نزل جيشا فإذا كانت صيحة مفرد من خلقه فكيف بقبضة ذات نفسه، وهو الذي قال عن حق ذاته وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيها الأحباب، في مثل هذه المواقيت التي يسرع فيها من الله صاحب أمر قد حمل كتابه وأجابه ورمى من رمى فأصابه، وهو يسرع إلينا بهذه الأقدار ما فيها من غم وهم ودم وردم وهدم، يطلب العارف منا من الله ورقة ضمان اسمها اللطف، ورقة أمان اسمها اللهم بفاطمة وأبيها وأمه وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، لا تأخذنا كما ستأخذ الظالمين، ولا تكتبنا معهم، واركبنا السفينة بحق خديجة والأمين.